من الكويت إلى البحرين، حيث قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن أبواب الحوار في بلاده مفتوحة وإن الإصلاح لا يتوقف، وعقب توقيعه على تعديلات دستورية تمنح مجلس النواب مزيدا من الصلاحيات الرقابية. دعا العاهل البحريني مختلف القوى والتيارات السياسية إلى المبادرة من ذاتها لتقويم عملها والالتحاق بركب الإصلاح. إن أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو قاعدة كل حوار. إن الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وما نأمل في هذه المرحلة الهامة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح. وينضم إلينا من واشنطن خليل المرزوق، المساعد السياسي للأمين العام لجبهة الوفاق البحرينية المعارضة. إذا الملك دعاكم للحاق بركب الإصلاح والتطور، ما رأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كانت تطالب به القوى السياسية والشعبية في البحرين منذ 1920 إلى الآن هو الشراكة في الحكم. وبعد الاستقلال وبعد أن كان لدينا دستور عقدي، جاء دستور 2002 ليكرس السلطات في يد الملك، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية وكل مفاصل الدولة. ما تطالب به القوى الشعبية التي تخرج في 9 مارس وغير 9 مارس هو أن يكون هناك حكومة منتخبة، ويكون هناك برلمان كامل الصلاحيات، ويكون هناك قضاء مستقل واستقلالية لمؤسسات الدولة. ولكن السلطة كل يوم تكرس هذه المؤسسات بأن ولكنهم وقعوا على تعديلات دستورية تمنح مجلس النواب مزيدا من الصلاحيات الرقابية. لا تتحدث هذه التعديلات الدستورية عن صلاحيات وإنما عن شكليات. هناك إرادة شعبية يجب أن تقف أمام أي تعسف من الحكومة، فتستجوب رئيس الوزراء وتسائل رئيس الوزراء، وديوان الرقابة المالية يجب أن يكون لدى المجلس التشريعي وأن يكون له صلاحية في إقرار الموازنة. كل ذلك غير موجود. هذه التعديلات هي تكريس للاستئثار للديكتاتورية، لم تقدم لا على مستوى التشريع ولا على مستوى شراكة الشعب في إدارة البلاد من خلال حكومة منتخبة. لا يوجد في هذه التعديلات أي شيء. والحديث عن الحوار، المعارضة ما كانت تطالب بالحوار من 10 سنوات، ولكن أبواب الحوار مفتوحة ولا يوجد أحد للحوار. نحن نريد حوار ويدنا دائما مفتوحة إلى الحوار، ولكن أين هو الحوار الجاد؟ ما يتحدث عنه عن حوار التوافق الوطني عندما دعيت 320 شخصية مختلفة والمعارضة بها 20 شخصية فقط، ولا توجد إرادة شعبية حقيقية لما أقر في ما يسمى بحوار التوافق الوطني. وهذه التعديلات هي فقط ما تريد الحكومة أن تقدم للعالم كحالة من الدعاية التي هي تمتهن من خلال مؤسسات دعائية تدفع لها ملايين الدنانير أن هناك إصلاح وهناك تطور، ولا يوجد شيء على أرض الواقع. كل السلطات لا زالت بيد الملك، كل السلطات لا زالت بيد العائلة المالكة. كل هذه التعديلات لم تقدم ولا خطوة. تركت لك المجال، ولكن حتى اللحظة كل انتقادك يقول إنها تعديلات شكلية، ولم تفصل لي ولم تضع الأصبع على هذه الشكليات. التعديلات تقول إنها تمنح مزيدا من الصلاحية الرقابية لمجلس النواب. اشرح لي يعني كيف شكليات؟ ما هي هذه الصلاحية إذا لم أستطع أن أسائل رئيس الحكومة، إذا لم أستطع أن أستجوب رئيس الحكومة، إذا لم أستطع أن أخذ الاستجواب علني وإرادة النواب تأخذ الاستجواب؟ ولكنه وعد بمواصلة ذلك، يعني هي خطوة أولى والإصلاح لن يتوقف، قالها اليوم.
هذا الكلام سمعناه في 2002 عندما اختلفنا على تطبيق ما اتفقنا عليه في ميثاق العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني كان فقط يغير مسمى الدولة من إمارة أو دولة إلى مملكة، ويجعل سلطة تشريعية من مجلسين، المجلس المعين ليس له اختصاص في التشريع. اليوم التشريع محكوم بإرادة الأربعين معين، فأين هي الصلاحية؟ شكرا. البرلمان له صلاحيتان أساسيتان، التشريع والرقابة. لا زال التشريع عند المجلس المعين، فأين هي الصلاحيات؟ شكرا جزيلا لك. من واشنطن خليل مرزوق، مساعد سياسي للأمين العام جبهة الوفاق. حياكم. الآن تنضم إلينا من المنامة الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين. دكتورة، استمعت معنا ربما إلى الضيف باختصار. التعديلات الدستورية شكلية، ما معنى أن تمنحي مزيدا من الصلاحيات للبرلمان إن لم يكن باستطاعته استجواب ومساءلة الحكومة؟ التعديلات الدستورية عزيزتي أعطت مجلس النواب الحق في إقالة الحكومة، وأعطت مجلس النواب أيضا الحق إن لم تستطع رفض برنامج الحكومة وإقالة الحكومة أن تعلن عدم التعاون مع الحكومة، وأعطت مجلس النواب الحق في مساءلة واستجواب الوزراء، وحق طرح الثقة وإلغاء الثقة في الوزير. أعطت مجلس النواب السلطات الرقابية الكاملة على الميزانية وإعداد الميزانية، على السلطة التنفيذية بأكملها، وعلى كل الدولة بأجهزتها. حصل مجلس النواب على رئاسة المجلس الوطني الذي كان بيد رئيس مجلس الشورى. أعطي المجلس كامل الحقوق اللي المطلوبة في الصلاحيات الديمقراطية. أنا أعيد السؤال الذي كررتيه عليه، ما هي الشكليات في هذا الأمر؟ هي نصوص دستورية ملزمة ومنفذة يتمسك بها أعضاء مجلس النواب والنواب فردا فردا، لا يقبلون التنازل عن هذه الحقوق التي جاءت بنصوص دستورية، إضافة إلى كل النصوص الدستورية التي تحمي كل الحريات في البحرين إلى أعلى سقف. واليوم نحن نبحث في قانون للصحافة والنشر يمنع سجن أو مساءلة الصحفي وضمن أطر دولية ومعايير دولية كاملة. أعتقد ما جاء في هذا الدستور وفي التعديلات الدستورية في البحرين لا يوجد لها نموذج في المنطقة بشكل كبير، ونحن نتقدم وأعلن أن أبواب الإصلاح مستمرة، وإن أبواب الحوار أيضا مفتوحة. فيجب أن نراعي أن هناك مجتمع تعددي ونتفق ونتوافق. ولكن دكتورة، لو استمعت إليه جيدا، هو قال ما زال البرلمان مكبلا، هنالك تعيينات تتم، وإذا كانوا هؤلاء معينين كيف لهم أن يستجوبوا الحكومة؟ والولاء هو يعني طريقة الحكم ما زالت، ولو أعطيتهم بالقانون صلاحيات، إذا كانوا أصلا طريقة تعيينهم ووصولهم إلى البرلمان ولاؤها للملك وليس للشعب. هذا كلام ناقص وكلام لا يقولها عاقل. مجلس الشورى البحريني مثله مثل أي نظام ثنائي المجلسية في البرلمانات في العالم. في الجانب الآخر يجب أن يقال أيضا أن المنتخبين في مجلس النواب مكبلين أيديولوجيا ومكبلين لناخبيهم أيضا، وهناك السلوك يتجاوز الحد الوطني إرضاء للناخبين فقط للحصول على الأصوات وعلى الكرسي النيابي. هذا يقارن بذاك، ولكن من يأتي في مجلس الشورى المعين في البحرين يأتون نخبة من الخبراء ومن أصحاب الكفاءات العالية دكتورة، الذين عفواً لا يقبلون الاستهانة بإرادتهم. اسمحي لي باختصار، يعني أليس الولاء للناخب أولى من الولاء لمن عينه يعني؟ الولاء للوطن عزيزتي، نحن نؤمن بالولاء للوطن طبعا، الولاء للناخب جزء من الولاء للوطن،
والولاء أيضا للسلطة والنظام جزء من الولاء للوطن، فيجب أن تكون الصورة متكاملة لا يمكن أن تؤخذ منقوصة. شكرا جزيلا لك دكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين، حدثنا من المنامة.